السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. اليوم سوف أشرح لكم كيفية تقوم بإصلاح يد البلاي ستيشن 3. المشكلة فيه هو عند ربط الكابل مع اليد، وتقوم بالضغط على هذا الزر، لا يشتغل الضوء هكذا، ولكن لا يقوم البلاي ستيشن 3 لا تقوم بالتحكم باليد. هذا اليد يعمل، أنا فقط سوف أشرح لكم على هذا اليد، ولكن أنتم طبقوا الطريقة على اليد الذي توجد به المشكلة. المشكلة هي أن اليد لم يعد يتعرف أو على البلاي ستيشن 3، أو البلاي ستيشن 3 لم يعد يتعرف على اليد. حينما نقوم بالضغط على هذا الزر، الجهاز يقوم ب إعطاء ضوء هكذا هكذا، وبعدها ينطفئ، لا يعطي لي هذه الضوء هكذا. الحل سهل جدا، وهو وضع إبرة في هذا الثقب الصغير، إبرة، ونقوم بالضغط. يوجد زر أسفل هنا، هذا الفراغ الصغير. وإن لم تتمكنوا من ذلك، سوف أشرح لكم بطريقة سلسة. إذن حين تقوم بالضغط على هذا اليد هكذا، ترون أضواء هنا تشتعل وتنطفئ، تدخل الإبرة هنا، وإن انطفأت الأضواء اعرف أن قمت بفرمطة اليد، وستقوم بإدخاله وسيعمل بنجاح. وإن لم تنطفئ الأضواء، سنتجه إلى الطريقة الثانية، وهي سوف نقوم بفتح اليد من فتح البراغي هذه، ثم نقوم بالضغط على الزر الموجود. في بعض الأحيان لا تتمكن من الضغط على الزر من هنا، إن كان اليد مقلد أو شيء من هذا القبيل، تكون تقب هنا وتجد الزر في الداخل في مكان آخر. حين تقوم بفتح اليد وتضغط على ذاك الزر، وحين سيعمل إن شاء الله. إن لم يكن المشكل في البطارية أو في شيء آخر، سوف نتطرق إلى الشروحات في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. حسنا، الآن سأفتح اليد وأكمل الشرح. طريقة فتح اليد سهلة جدا، فقط تقومون بشراء هذا مفك البراغي، تجدونه في الأسواق بثمن رخيص، يمكن أن تجدوا مثله في المنزل أو شيء من هذا القبيل. الآن بعد نزع البراغي، نقوم بفتحه من هنا هكذا، من هذا المكان هكذا. حسنا هكذا، حسنا. الآن هذا يد أصلي، ومعها بطارية أيضا أصلية من شركة سوني. اليد المقلدة تجدون فقط في الداخل بطارية زرقاء. حسنا، هذا هو الزر الذي أخبرتكم عنه. الآن سنفتح هنا، كي ترى نضغط هنا، انطفأ هكذا، نضغط هنا انطفأ. هذه الزر لفرمطة اليد، كي مثلا كأنك تقوم بمسح جميع الأشياء التي توجد في الذاكرة عنده، كي يتمكن من كأنك ترجعه جديد. تقوم بمسح الذاكرة، لأن بعض المرات تحدث المشاكل. لا، كي هذا اليد لا أحتاج إلى فتحه، فقط سأدخل شيء إبرة هنا وسوف يعمل. فقط أريد أن أشرح لكم بالتفصيل. الآن سأريكم كيفية إغلاق اليد. نضع البطارية هكذا، نضعها في هذه الخانات. لا أستطيع حتى أن أعمل بيد واحدة وأمسك الهاتف باليد الأخرى. الآن سوف تقوم بإغلاق اليد.
وسوف تقوم بربطه مع كابل جهاز بلاي ستيشن 3، وإن شاء الله سوف يعمل. إن لم يعمل فأعرف أن المشكل ليس في هنا، يعرف أن المشكل يوجد في المذربورد. حسنا، قبل أن تقوم بإغلاق اليد حينما تقوم فقط قبل تركيب البراغي، قم بالضغط على هذا الزرين هذا كذا. كان لم يعد الزر يعمل، يجب أن تقوم بإعادة فتحه ووضع السلك في المكان المناسب هنا وهنا وإغلاق اليد. الآن قمنا بإغلاق اليد، هذا هو اليد، الأزرار أصبحت تعمل، الكل يعمل. اليد أصلا ليس معطل، فقط قمت بالشرح عليه، اليد يعمل. طبعا الآن قمت بفتح بلاي ستيشن، هو اشتغل. حسنا، هذا هو ما لدي في هذا الدرس، نلتقي في درس آخر إن شاء الله، ولا تنسوا طرح أسئلتكم عن ماذا تودون أن أقوم بشرحه في الفيديو القادم.